بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعه بإحسان يوم الدين. بناء على طلبات السادة أولياء الأمور وأبنائنا طلاب الصف الثاني الثانوي العام، هنقدم لحضراتكم مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكمبيوتر للصف الثاني الثانوي الترم الثاني في صورة أسئلة وأجوبة. لن يخرج عنها الامتحان بأي حال من الأحوال، لأن ديت الأسئلة المقترحة والأسئلة الموجودة في صميم المنهج. بقدم لحضراتكم فايل ملف 11 ورقة، هتلاقوه في خانة الوصف أو الديسكريبشن. قوموا بتحميله وطبعته وقروه في نص ساعة أو في ساعة، هتلموا بالمادة كلها وتقدروا تحصلوا على درجة التميز وليس درجة النجاح. تعالوا بينا نبدأ مع حضراتكم. في البداية نذكر حضراتكم بكيفية إنشاء صفحة ويب. لازم الأول نحدد الهدف من إنشاء الصفحة، ثم نحلل متطلبات إنشاء الصفحة من أوامر لغة البي اتش بي وندرسها أولا، ثم نقوم بإنشاء الصفحة على المراحل التالية: 1- تصميم صفحة الويب على الورق لتحديد أدوات التحكم والمراد استخدامها. 2- إنشاء صفحة الويب باستخدام تطبيق، التطبيق ده بيستخدم لإدراج أدوات التحكم وضبط خصائصها. 3- كتابة كود البي اتش بي لإجراء المعالجة اللازمة على البيانات في قاعدة البيانات والتعامل معها. 4- تنفيذ الصفحة، تنفيذ الكود والتأكد من صحته وتصويب الأخطاء للوصول لتحقيق الهدف. 5- التأكد من تأثير ذلك على قاعدة البيانات من فتح قاعدة البيانات والتأكد من عمليات الإضافة والتعديل والحذف. الأسئلة الإجابة بتاعتها تكون باللون البنفسجي زي ما حضراتكم هتشوفوا. السؤال الأولاني بيقول أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بالكود. أعطينا كود، الكود ده اللي هو كود البي اتش بي انكلود الهيدر دوت البي اتش بي سيمي كولن، ولازم ده كل كود أو كل سطر برمجي ينتهي بالكومة المنقوطة انكلود الكونكشن دوت البي اتش بي سيمي كولن. في مجموعة من الأسئلة على هذا الكود. الأول، ما هو الغرض من هذا الكود؟ ده سؤال. الغرض هو تضمين أو إدراج صفحة اسمها هيدر دوت بي اتش بي وتضمين صفحة اتصالات بقاعدة البيانات اسمها كونكشن دوت بي اتش بي. يبقى الغرض هو تضمين هاتان الصفحتين. استخدم الأمر انكلود في تضمين صفحة ويب داخل كود بلغة البي اتش بي. الهيدر دوت بي اتش بي عبارة عن اسم صفحة ويب، يبقى دوت البي اتش بي دي اسم صفحة ويب. يمكن الاستغناء عن الفصل المنقوطة سيمي كولن في نهاية كل سطر، هذه العبارة خطأ لأن دي من أساسيات لغة البرمجة. نأتي بعد ذلك إلى السؤال التالي. أعطينا كود اللي هو تيبل ستايل الويدز سيمي كولن 100% تي آر اللي هو تيبل رو إنشاء صف، ثم إنشاء تي دي إنشاء خلية على هذا الوضع، وبعدين ده المسلسل مصطلح الترجمة التعريف الصورة، ده الكود البرمجي. طيب هنبدأ في مجموعة من الأسئلة. كلنا عارفين ان طالما بدأت بتيبل تنتهي بتيبل بالباك سلاش، طالما بدأت بتي ار اللي هو انشاء صف تنتهي بالباك سلاش تي ار، وكل سطر تبدأ به تنتهي بالباك سلاش عشان يتم عملية الغلق. ما هو الغرض من الكود؟ الغرض من الكود هو إدراك جدول بالأمر تيبل وباك سلاش تيبل يحتوي على صف واحد بالأمر تي ار، وينقسم الصف إلى 5 أعمدة بالأمر تي دي ثم بينهم الخلايا. يبقى ده الغرض من هذا الكود، أو تقدر تقول إدراك جدول مكون من صف وخمس أعمدة. يبقى في طريقتين هنا للشرح، يا إما تقول هذه العبارات يا إما تقول له إدراك جدول مكون من صف واحد تي ار واحدة هي وبعدين التي دي اللي هي الكولم اللي هي الأعمدة 5 أعمدة. طب الكود تيبل ستايل بتساوي ويدز 100%، الغرض منه الغرض ده بداية أمر إنشاء الجدول بعرض صفحة مستعرض الإنترنت. يبقى أنا بأخبر إن أنا بقوم بإنشاء جدول. الكود تي ار وباك سلاش تي ار ده يستخدم في إنشاء صف. الكود تي دي وباك سلاش تي دي يستخدم في إنشاء عمود. الكود السابق ينشئ جدول مكون من واحد صف وعدد 5 أعمدة، واحد صف وخمس أعمدة. سؤال آخر هوت على البي اتش بي، وبعدين استخدم اللوب بتاعنا اللي هي الفور، نشوفها كده مع بعض ايه الأسئلة الموجودة هنا مع حضراتكم. يمكن تصنيف الكود على أنه كود حلقة تكرارية، يبقى هنا اختار الإجابة الصحيحة. يبقى طالما استخدمت فور ده اسمه كود حلقة تكرارية. الجمل التي سيتم تكرارها هي الجمل اللي هي الإيكو البي آر والايكو دولار ساين اكس، يبقى ديت الجملتين دول هما اللي يتم تنفيذهم. ما هو الغرض بالايكو بي ار؟ الغرض منه الانتقال الى السطر التالي. هذه العباره صحيحه، هذه العباره صحيحه. طب دولار ساين اكس دبل بلس
تعني أن المتغير يزيد بمقدار واحد. يبقى دولار ساين اكس دبل بلس تعني أن المتغير اللي هو الدولار ساين اكس يزيد بمقدار واحد. ده اختيار متعدد. السؤال الرابع أعطينا الكود بتاع الانكلود هيدر والانكلود كونكشن والماي اس كيو ال كويري والاس كيو ال كويري عن طريق جمله سيلكت. وبعدين بيطلب مننا دلوقتي ان احنا نختار او نكمل. يحتوي الكود على اسماء صفحات ويب. الصفحات الموجوده في هذا الكود صفحه هيدر دوت البي اتش بي والكونكشن دوت البي اتش بي. ما هو الغرض من ماي اس كيو ال اندر سكور كويري سيت نيمز يو تي اف 8؟ الغرض هو اظهار البيانات على صفحه روب باللغه العربيه. يبقى يو تي اف 8 يبقى الغرض اظهار البيانات على صفحه روب باللغه العربيه بشكل صحيح. ما هو الغرض من الاس كيو ال دولار سان اس كيو ال سيلكت ستار فروم تيرمز؟ الغرض هو حفظ جمله الاستعلام سيلكت في متغير حرفي باسم دولار ساين اس كيو ال. ناتي بعد ذلك الى الصفحه الرابعه. ما هو الغرض من جمله دولار ساين كويري بيساوي ماي اس كيو ال اندر سكور كويري دولار ساين اس كيو ال؟ الغرض هو تشغيل جمله الاستعلام المحفوظه في المتغير الحرفي بالداله ماي اس كيو ال اندر سكور كويري وحفظ نتيجه التشغيل في المتغير دولار ساين كويري. طيب السؤال الخامس، ناتج تنفيذ العمليه دولار ساين نم اللي هي نمبر بيساوي كذا؟ ايه الناتج؟ الناتج هو تخزين عدد السجلات بالمتغير دولار ساين كوير وحفظها في المتغير اس دولار ساين نام. سؤال الخامس، يوجد اكثر من جمله تستخدم في الحركه التكراريه بغرض تكرار كود معين من المرات. اجب على الاسئله التاليه. يبقى مستخدمنا هنا هو جمله وايل. تعالوا بينا نشوف. يبقى جمله التكرار المستخدمه في هذا الكود هي جمله وايل. جمله التكرار هي جمله وايل. تنفيذ جمله التكرار في الكود السابق تعتمد على استخدام شرط معين. وايل هناك شرط اهو، كونديشن موجوده دولار ساين اكس اقل من ويساوي 100. الكود الذي يتم تكراره هو الكود اللي بيتم تكراره هو الاجابه موجوده قدام حضراتكم اهي اللي هي الدولار ساين بلس بلس. طيب الغرض من تنفيذ الجمله وايل دولار ساين اكس اقل من ويساوي 100؟ الغرض منها انك بتنفذ الاوامر طالما ان المتغير اقل من ويساوي 100. ناتي بعد ذلك الى السؤال السادس، اجب عن الاسئله التاليه. دي نماذج لجمل التكرار عن طريق استخدام فور ووايل ودوايل. ثلاث نماذج. نشوف الاسئله. جمله التكرار لا تعتمد على تكرار كود معين عدد معروف ومحدد. عدد معروف ومحدد هي جمله فور. جمل التكرار التاليه جميعها تكرر تنفيذ كود معين بناء على شرط ما عدا فور، لان ما فيش شرط فور. الغرض من جزء الكود التالي دولار ساين اكس دبل بلس الذي يظهر في النماذج هو زيادة المتغير دولار ساين اكس مقدار واحد. يتم اختيار قيمة المتغير دولار ساين اكس ثم اولا ثم تنفيذه. المراد تنفيذه في جملة التكرار وايل. وايل جاب هنا وايل. يتم تنفيذ جملة التكرار مرة واحدة على الاقل ثم يتم اختبار قيمة المتغير دولار ساين اكس في الجمل التالية. الاختيار الصحيح هو دو وايل. دو وايل. السؤال السابع، الكود التالي جزء من صفحة البحث عن المصطلح search underscore term dot php في مجلد dictionary وذلك طباعة البيانات المصطلح في صف واحد بجدول البيانات. أجب عن الأسئلة التالية مستعينا بهذا الكود. أعطيني الكود هوت ومنمر محدد أجزاء واحد ومحدد أجزاء اثنين وبيبدأ يسألني ما هو الغرض من الدالة mysql underscore fetch underscore array بجملة التكرار؟ الغرض هو ألف استدعاء اول سجل للبيانات المتغير وضعها في المتغير دولار ساين رو الانتقال بالمؤشر الى السجل التالي. يبقى دي الاجابه الصحيحه الف. ناتي بعد ذلك الى السؤال الثاني، جمله الشرط في الكود تهدف لتكرار كود معين بناء على الشرط حيث يتوقف تنفيذ جمله التكرار بنهايه السجلات في المتغير دولار ساين كويري. السؤال الثالث، السؤال الثالث صح وخطا. جزء الكود المشار اليه برقم واحد الغرض منه تخصيص القيم في الصف دولار ساين رو في المتغيرات الاربعه. هذه العباره صحيحه. جمله ايكو في الكود الغرض منها طباعه محتوى المتغيرات على نافذه المستعرض. هذه العباره صحيحه. الكود التالي الغرض منه طباعه محتوى المتغيرات في صوره خلايا في صف. هذه العباره خاطئه. هذه العباره خاطئه. الكود المشار اليه بالرقم 2 الغرض منه اظهار الصوره الخاصه بالسجل داخل عنصر التحكم image. ناتي بعد ذلك في الصفحة الثامنة،
العنوان الصحيح لتحميل صفحة البحث في نافذة المستعرض، العنوان الصحيح هو ايه؟ localhost underscore dictionary underscore search localhost backslash dictionary backslash search underscore term dot php. يبقى ديت صفحة الويب اللي بيتم تحملها، ديت صفحة الويب اللي بيتم تحملها بتايب search underscore term. السؤال الثامن، الكود التالي جزء من صفحة حذف مصطلح ديل اندرسكور تيرم دوت البي اتش بي في مجلد ديكشنري. المطلوب انك تجاوب على الاسئله، اعطيك الكود والسؤال وانت تجاوب عليه. ادي الكود، الغرض من امر انكلود، الغرض من امر انكلود تدمين الصفحتين، صفحه هيدر دوت بي اتش بي وصفحه كونكشن دوت اتش بي. طيب الغرض من الكود ده هو اللي هو ضبط التعامل مع البيانات باللغه العربيه اللي هو سيت النيمز دبل كوتيشن يو تي اف 8. يبقى الغرض منه انك بتقوم بتضمين البيانات باللغه العربيه باستخدام الداله. دولار ساين اس كيو ال سيلكت مالتيبلاي فروم تيرمز، هنا هو اسم جدول قاعده البيانات، اسم الجدول هو تيرمز. امر البرمجه المستخدمه في استدعاء السجلات هو سيلكت. جمله البرمجه التي تحتوي على اسم المتغير اسمها دولار ساين اس كيو ال. ناتي الى سؤال اخر، هذا هو السؤال، دولار ساين كويري بيساوي ماي اس كيو ال اندرسكور كويري اوف دولار ساين اس كيو ال. استخدم الداله ماي اس كيو ال كويري يؤدي الى ايه؟ وضع ناتج تنفيذ جمله استعلام داخل المتغير. يبقى الاختيار الصحيح. بعد ذلك عندي هو الدولار ساين نام بيساوي ماي اس كيو ال اندرسكور نام اندرسكور رو، تستخدم في ايه؟ في الحصول على عدد سجلات من المتغير. هذه العباره صحيحه. ننتقل الى السؤال التاسع. السؤال التاسع زي ما احنا شايفين ادي ايه اتشرف بيساوي ديليت اندرسكور تيرم وبعدين هو محددها. يبقى دلوقتي كود انشاء الارتباط التشعبي اللي هو الايه اتش ريف اللي هو هايبر لينك ريفرنس. يبقى ايه اتش ريف ده عباره عن كود انشاء ارتباط تشعبي. ديليت ديت دي اسم الصفحه التي يتم حذفها اللي هي تيرم دوت البي اتش بي. يبقى دي كلها على بعضها اسم صفحه الويب المراد حذفها. الاي دي ده المعامل اللي بيحتوي على رقم السجل. دولار ساين اي دي ده اسم المتغير الذي يحتوي على رقم السجل المراد حذفه. ثم هنا هو النص اللي بيكون فيه ارتباط تشعبي. تمام. سؤال العاشر بيقول الكود التالي جزء من صفحة حذف، اجب عن الاسئلة التالية. ادي جملة هي عايزين اسم جدول قاعدة البيانات، اسم جدول قاعدة البيانات هي تيرمز. شرط حذف هنا هو اللي هو الوير اي دي بيساوي سنجل كوتيشن دولار ساين اندر سكور جيت الاي دي. طيب الغرض من الماي اس كيو ال اندرسكور كويري في سطر الكود، اختيار الاجابه الصحيحه هي تنفيذ جمله حذف سجل. الغرض من الكود دولار ساين اس كيو ال ديل هو حذف سجل، هذه العباره صحيحه. ناتي بعد ذلك لاستكمال الصح والخطا، الغرض من الكود في السطر الثاني هو تنفيذ جمله حذف، هذه العباره صحيحه. الغرض من الكود في السجل الثالث اعاده تحميل صفحه حذف المصطلح، هذه العباره صحيحه. ثم بعد ذلك السؤال الحادي عشر اللي هي صح وخطأ. تأمين مواقع الويب ضرورة للحفاظ على البيانات من السرقة أو تغيير محتواها وأيضا للحفاظ على صور المؤسسة صاحبة الموقع، هذه العبارة صحيحة. يعترض البعض على تأمين مواقع الويب لأن ذلك يتعارض مع فكرة مشاركة البيانات، هذه العبارة خطأ. يشير مفهوم الاختراق إلى استغلال شخص الثغرة في تأمين موقع أو قاعدة بيانات للتحكم، هذه العبارة صحيحة. يشير تأمين موقع الويب إلى استغلال شخص الثغرة في تأمين الموقع أو قاعدة بيانات في إدارة أو التعامل مع بياناته، هذه العبارة خطأ، هذه العبارة خطأ. طبقة الاتصال الأمني، طبقة الاتصال الآمن تعني استخدام بروتوكول لتدعيم التعامل الآمن مع خادم والمستعرض، هذه العبارة صحيحة. تأمين قواعد البيانات والموقع ونشر الواقع على عاتق مطور الموقع، هذه العبارة خطأ. تأمين قواعد البيانات والموقع ونشر الواقع على عاتق مدير قاعدة البيانات، هذه العبارة خطأ. تأمين قواعد البيانات والموقع ونشره ده مسؤولية مشتركة ما بين المدير والمطور، مش على واحد بس، ما بين مدير قاعدة البيانات ومين مطور، هذه العبارة صحيحة. مطوري المواقع مسؤولين عن التحكم من هوية الملفات من حيث النوع والحجم، هذه العبارة صحيحة. نتغلب على مشكلة اختراق المواقع عند رفع ملفات بمنع رفع أي ملفات للموقع نهائي، هذه العبارة خطأ. ثم السؤال الثاني عشر، اذكر اربع احتياطات امن للحفاظ على موقع الويب. ده هنسيب حضراتكم انك ترجعوا للكتاب المدرسه في صفحه 53 او صفحه 55. بعد ذلك الصفحه الاخيره اللي هو التحقق من صحه البيانات المدخله من مستخدم الموقع، من اهم العمليات التي يجب مراعاتها. اشرح هذه العباره.
بنقول ان عدم التحقق من البيانات المدخله يعطي الفرصه لاختراق الموقع، وذلك بادخال مدخلات السبب في الاختراق. ولذلك فان التحقق من صحه البيانات المدخله من اهم قواعد الحمايه، وبندلل على ذلك ببعض الامثله. السؤال 14، ان تامين موقع الويب له جوانب عده حيث يمكن التحقق برمجيا من المدخلات، اذكر 3 اثار على ذلك. الاثار هي التحكم في الموقع وادارته من قبل اشخاص اخرين، اعاده توجيه او تحميل موقع اخر، التحكم في قاعده البيانات. وبالاضافه ان هناك العديد من الاثار الاخرى. ننتقل الى السؤال الاخير مع حضراتكم، وهو في ضوء العباره ديت عايزين ايه نحدد صح وخطا. تستخدم صفحه التسجيل في كل مره قبل الدخول الى موقع قاموس المصطلحات، هذه العباره خطا. الغرض من انشاء صفحه تسجيل دخول المستخدم السماح للمسجلين فقط، هذه العباره صحيحه. تشير كلمه المرور بجعلها غير معروفه، تشفير لما نعمل انكودنج لكلمه المرور بجعلها غير معروفه لمدير قواعد البيانات، هذه العباره صحيحه. تستخدم الداله MD5 في تشفير البيانات مثل كلمه المرور، هذه العباره صحيحه. المسؤول عن تشفير كلمه المرور من هو؟ مطور المواقع. طوري المواقع دولت عبارة عن 11 صفحة، هدية لحضراتكم، ملخص سريع في نص ساعة تقدروا من خلالهم تجتازوا الامتحانات. تمنياتي لكم بالتوفيق.